الدنيا الدنيئة. نظرت إلى الدنيا بعين عقل فبانت أنها سحب كثيفة تسير بالأغياث بأمر الله فتكسو الأرض بالخضر الجميلة. عليها يرتع الخلق الكثير فتأتي الشمس باللهب الشديدة فيغدو زرعها حطبا هشيما وتبدو بعدها الدنيا دنيئة. يزول نعيمها بلمح البصر كأنه الريح مرت سريعة. فيا بار النفوس إليك جئت فأدخل عبدك الجنة الوسيعة. اللهم آمين يا أرحم الراحمين.